حاليا الدكتور عبد الرحمن او عبد الرحيم اللاوي. شكرا دكتور مسعودي وبارك الله فيك وبعلمك، جزاك الله خير. شكرا، بارك الله دكتور فيك، عبد شكرا لك الرحيم كامل. اللاوي، اهلا وسهلا فيك، حياكم الله. اهلا وسهلا، دكتور عبد مرحبا. الرحيم اللاوي حضرتك موجود معنا الان. اهلا وسهلا، انا معك اخي. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا وسهلا فيك، حياك الله. دكتورنا اليوتيوبر المعروف الجزائري، بارك الله. طبعا شهير جدا وصاحب لترند الاقتصادي، مؤلف كتاب المبادرة الاقتصادية. أنت أيضا حاصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، ستحدثنا عن التجربة الاقتصادية للأفراد وكيف ستكون الطريق للوحدة الاقتصادية. تفضل دكتور، المايك معك. شكرا جزيلا لك أستاذ، وشكرا جزيلا للسادة الحضور والقائمين على المبادرة. إذا يجب علي أن أختصر اليوم. مداخلتي هي المبادرة الفردية والحرية الاقتصادية الفردية طريقنا للوحدة العربية. الأمر تم استلهامه من تجربة اتحاد أوروبا المعروفة، حينما بدأ بتاريخ 18 أفريل 1951 بدأ المجموعة الأوروبية للفحم والصلب، وبعدين انتقلوا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية، ثم وصلنا إلى الاتحاد الأوروبي. إذن هذا الاتحاد الأوروبي، هذا الكيان الذي نراه الآن نضرب به الأمثال في حول الوحدة، كان بدايته اقتصادية. إذن الاقتصاد لما نشوفه، لما تكون كاين في مبادرة فردية مش مشيطنة ومسهلة ومناخ استثماري يساعد الأفراد على إطلاق مبادرات وعلى الاهتمام بها ومرافقتها وحتى تصبح مشاريع اقتصادية قائمة بحد ذاتها، ويكون في جو من الحرية ومناخ استثماري ملائم، الأمر راح يتم بسلاسة، حتى عملية التكامل والاندماج راح تتم بسلاسة. لماذا؟ لأنه على صعيد الأفراد لما نكون في مقاول جزائري اتفق مع شقيقه المصري أو شقيقه الأردني على عمل بيزنس مع بعض، فإذا كان الاتفاق فيها قائم على رابح رابح فالأمر سيستمر، وسيجد كل طرف أنه من الجيد أنه يشتغل مع الطرف الآخر، حتى أنه المواطن في حد ذاته راح يستفيد من هذه الشراكات، لأنه راح يتحصل على أسعار أرخص وعلى تنافس أكثر. لأنه لما نشوفه كاين جو من الحرية والتشجيع للمبادرات والتكامل ما بين الأفراد في مختلف بقاع العالم العربي، فهنا المواطن سيكون على وشك أن يتحصل على أسعار مناسبة لأنه فيه تنافس أكثر. حتى على مستوى الحكومات لما تكون فيه قوة اقتصادية نابعة من شراكات قام بها الأفراد والمواطنين في بعضهم فيما بينهم باللغة العربية، فإنه ستتحصل هذه الحكومات في الأخير على قوة اقتصادية. قوة اقتصادية ستبعث على قوة سياسية، هو ما سيجعل النظام السياسي في طمأنينة أكثر، لأنه لاحظنا بأنه الدول التي تعيش استقرار اقتصادي فإنه في العادة القلاقل الاجتماعية تختفي. وكما أنه الباحث هرناندو دي سوتو الخبير في التنمية الاقتصادية لاحظ أنه المواطن المصري، وهذا لما أنزل لمصر، أو المواطن التونسي على بناء على التقارير اللي رفعوها المساعدين تاعو في معهد الحريه والديمقراطيه، انه في روح مقاولاتيه لدى ابناء الشعوب المصريه والتونسيه، وبالتالي قاس حتى على الشعب الجزائري وعلى بقيه الشعوب اللي اهتم بدراستها، انه في روح المقاولاتيه. ولكن المشكله دائما تقع انه الجو الاستثماري او المناخ الاستثماري غير مناسب، بدليل انه كاين في تاخر كبير على مؤشر الحريه الاقتصاديه، في ايضا على دوين بيزنس كثير من الدول العربية ما زالها متأخرة نوعا ما في الترتيب. إذا العمل الذي أرى بأنه من الواجب أن الحكومات تقوم به هي إخراج الأجهزة البيروقراطية من الحياة الاقتصادية، تسهيل المبادرات الفردية، لأنه كل إنسان بتلك الرغبة التي سماها آدم سميث الرغبة الطبيعية لتحسين مستوى المعيشة هي من ستتكفل بتحسين الأمور. آدم سميث لما تحدث على الاشتراطات اللي في محاضرة له في سنة تقريبا 1756،
ألقى محاضرة إذا من في رقمات صغيرة كما نقول نحن في المدرسة نسوي في الاقتصاد، فإن الأفراد من تلقاء أنفسهم من رغبتهم الملحة لتحسين مستويات معيشتهم راح يبحثوا عن الفرص وراح يديروا عمليات تشارك وتعاون، إما على مستوى التكوين إما على مستوى الإنتاج أو على طريق على الأقل التبادلات التجارية. إذا لما نلاحظوا بأنه المبادرة الفردية لما نحن نثمن القطاع الخاص، هذا المحرك الذي اكتشفت رواندا بأنه العمود الأساسي للتنمية الاقتصادية هو تشجيع القطاع الخاص، لما نحن نشجع على القطاع الخاص نوفر له كل المتطلبات، نعطيه مناخ استثماري جيد، رقمنة وإبعاده عن هذه المتاهات البيروقراطية، وأنه نظرة أنه الإدارة ممكن أن تنتج ثروة على حين أن الإدارة أفضل ما تقدمه للمقاول هي أنها تسهل حياة المقاول وتسهل عليه يومياته، وأنه يقوم بعمل إدماج عوامل الإنتاج بأفضل طريقة ممكنة، وبالتالي ما يكونش فيه الإدارة تكون مسهل، ما تكونش عقبة أمام المقاول. إذا أنا أحاجج بأننا لو قمنا بتوفير المناخ الاستثماري المناسب للأفراد وشجعنا على الحرية الاقتصادية ورأينا بأن المبادرة الاقتصادية هي الأمل كما رأتها رواندا كما رأتها الصين كما رأتها الفيتنام كما رأتها البرازيل كما رأتها كوريا الجنوبية كما رأتها سنغافورة، فإن أمر التكامل والاندماج سيحدث تلقائيا، بدليل أنه حتى تقرير الاندماج المغاربي 2020 الذي أعده كل من الدكتور مصباح محمد والدكتور رشيد أوراز بين بأنه في استعداد كبير من نخب المجتمع المدني على المضي قدما. إذا التكامل الاقتصادي بدلا عن الجمود السياسي سيحدث من الأسفل، فيحدث نوعا من الإقناع كما يسميه رشيد أوراز للأعلى أو السلطات العليا لكي تمضي قدما في عمليات الاندماج. إذا لو أردت أن أختتم هذه المداخلة السريعة أقول بأن شباب اليوم فهم بأن البيروقراطي الذي يفتقر للحوافز الكافية لن ننتظر منه شيئا، تلك الهيئات البيروقراطية التي لا طالما عشنا معها ولا سمعنا أساميها ومهامها وأدوارها ولكن في أرض الواقع لم نجد منها كل ما هو مطلوب. أتحدث بصفتي كبحث أكاديمي وأتحدث بصفتي كشاب عربي، فلم نجد منها ما هو المطلوب وما هو المرغوب وما هو المتوقع على الأقل. فالأمل كل الأمل في المبادرات التي يطلقها الأفراد في ظل مناخ استثماري جيد، في ظل مناخ يتواءم مع قوانين الطبيعة، في ظل فهم إداري ورؤية أن الإدارة في خدمة المقاول وأنها يجب عليه أن تسهل كل من وقته وأن ترى فيه هو القيمة وهو رأس المال البشري، وبالتالي لا يضطر المقاول أن يدخل في طوابير ينتظر فيها أن يقوم بمعاملة يستطيع أن يقوم بها من خلال تطبيق. إذا اليوم فيه كثير من الدول العربية ما زالها ترى البلوك تشين على أساس أنه فضاء فيه نوع من الغموض وفيه نوع من الريبة، على حين أن البلوك تشين كما لاحظنا حسب ما توفر لدينا الآن من التطبيقات سواء في إستونيا سواء في البرازيل سواء في غانا سواء في السعودية أو الإمارات أو حتى قطر، ما توفر لدينا من دليل بأن البلوك تشين هو المنصة التي توفر أفضل البدائل لرقمنة آمنة وشفافة، وعلى حين أنه الأجهزة البيروقراطية فيها كثير من الانطباعات التي تدل على أنه البلوك تشين ما زالت تشوف فيه كتحدي وفيه غموض كثير على أننا يجب أن نمضي فيه قدما. يجب علينا أيضا حسب ما توصلت إليه الآن أننا نرى بأن المبادرة الفردية هي الأمل وليس فيها أدنى جانب من الشيطنة، أن نسهل المبادلات، أن نرى بأن التكامل العلاقة اللي بين الأطراف هي علاقة رابح رابح، وأن كل ما مضينا في هذه العلاقة كل ما كنا أحسن، بدل العقلية المركنتالية التي ترى بأنه إذا نجح طرف ما فإنه سيكون على حسابي، يعني نجاح طرف آخر هو فشل لي، على حين أنه علاقة رابح رابح باختصار شديد تقول بأنه نجاح الطرف الآخر هو بزنس بالنسبة لي، لأنه لو كان يكون عندي منتوجات فأنا بصدد أن أبيعها لمن أبيعها، للناس الذين يمتلكون السعر الذي يقابل القيمة التي قمت بإنتاجها، فبالتالي يجب علي أن أشجع الطرف الآخر على النجاح لأن نجاحه في الأخير وعلى أقل تقدير هو نجاح لي من خلال المبيعات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد الرحيم ما شاء الله يعني تبارك الله إثراء جدا مميز في وقت قياسي، اسمح لنا يعني نشوف أسئلة المشاركين علشان يعني نشبع بعض الفضول اللي تكون
من خلال المعلومات اللي طرحتها. ناخذ اسئله، اللي عنده سؤال لاسئله قصيره تخلو بالمداخلات رجاء. هل هناك اسئله؟ الاخ معاذ، نعم تفضل، السلام افتح عليكم. المايك. وعليكم السلام، السلام تفضل. عليكم هذا الأستاذ أحمد، وحيا الله ضيوف المشاهدين الكرام. أنا عندي تعقيب بسيط، دقيقتين فقط، يعني ليس سؤالا. نعم تفضل، بس يا ريت نختصر علشان الوقت، الله يجزيك الخير. تمام، معك معاذ علاوي، باحث دكتوراه في حقل الإدارة العامة والعلوم السياسية. اهلا وسهلا بك. حياك الله أستاذ أحمد. أنت تحدثتم عن التكامل الاقتصادي وعن الأمور التعاون الاقتصادي فيما بين الدول، لكن الشيء الذي يجب أن نقوله في هذه الدقيقة على وجهنا، إذا أردنا أن نحقق تكامل اقتصادي أو أن نؤمن بالقدرات الاقتصادية فيما بين الدول العربية البينية، هو يجب أن نؤمن بالنخبة العلمية والنخبة الاقتصادية. هذا كما هو الحال مع صانع القرار السياسي عندما لا يؤمن بمراكز الفكر، لا يؤمن بالباحث العربي فيلجأ إلى الباحث الغربي من أجل استيراد الفكرة، ونحن عندما لا نؤمن بقدراتنا العربية الاقتصادية فنلجأ إلى الدول الغربية من أجل استيراد هذه الأدوات الكهربائية أو الإلكترونية وإرسالها إلى الدول العربية. وبالتالي يجب أن تولد لنا الثقة في نفوس أبنائنا وبناتنا، سواء كانوا الأكاديميين أو التقنيين، ثم نعمل على تحقيق أولى خطوات التكامل الاقتصادي هي تعزيز الوحدة السياسية البينية، وإن كانت صعبة جدا في هذا الوقت الحاضر، سواء ما كان قبل ثورة الربيع العربي أو ما بعدها، لكن يجب أن نزرع الثقة ويجب أن نهيئ البيئة المناسبة لتحقيق تعاون اقتصادي إقليمي عربي ناجح. وشكرا لكم. شكرا، شكرا جزيلا للاستاذ معاذ، بارك الله فيك. سؤال اخر يا جماعه، هل من سائل؟ أخ أحمد، إذا في إمكان فقط تعقيب فقط. نعم تفضل، تفضل دكتور. لابد أن نكون فقط واقعيين اقتصاديا، أن لابد أن نفهم مراحل التطور الاقتصادي. لا يمكن الوصول إلى مرحلة الابتكار والإبداع إلا إذا وصل الاقتصاد إلى مرحلة التصنيع، ومرحلة التصنيع هي مرحلة قبل مرحلة الإبداع والتركيب. وبالتالي الدول التي وصلت إلى مرحلة من مراحل الإبداع ومرحلة التطوير، مثل الآن نجد شركة تيسلا مرحلة رائدة وشركة رائدة، هي موجودة في اقتصاد يتميز بتصنيع قوي. يعني لابد أن يعود الباحثين إلى مراحل التطوير أو مراحل مفهوم سلاسل القيمة التي كنت وضحتها، هي مرحلة بمرحلة، على الدول أن تمر بهذه المراحل سريعا. الدول العربية للأسف فشلت في المرور السريع إلى مرحلة التصنيع ثم الوصول إلى الإمارات. اليوم نجدها بعد أن استطاعت أن تطبق مفهوم سلاسل القيمة وصلت إلى مرحلة الابتكار والتطوير، وهذا الترتيب يعني موجود الآن. الإمارات ضمن المصاف الأعلى لمرحلة الابتكار والتكوير والمبادرة إلى غد. المبادرة والتطوير والابتكار يأتي مرحلة لاحقة لمرحلة التصنيع، وهي رابع مرحلة. إذا عندنا 5 مراحل، التطوير والابتكار هو المرحلة القصوى أو المرحلة العليا. تمام، شكرا جزيلا. طيب الدكتور عبد الرحيم، حضرتك عندك تعقيب قبل ما ننتقل؟ آمل فقط أن تسمحوا لي بملخص بسيط على نعم الموضوع الذي تفضلت به. أرى بأنه مبادرة المؤشر الآن نحن فيها، هي مبادرة تعتبر مبادرة من الأفراد، إذا كان شفنا نعم هذا بالضبط. المنظور، ليست مبادرة حكومية بل هي مبادرة غير حكومية. فمبادرات الأفراد هي أمل الشعوب العربية في الوحدة فيما بعد، وهذه المبادرات يجب أن تتم في مناخ استثماري مناسب. اليوم ليس يجب علينا اختراع العجلة من جديد، بل فقط والانتباه بشكل جيد لتجارب الدول التي نجحت والاستفادة منها. وأختم بأنني لن أنتظر شيئا من الأجهزة البيروقراطية، بل كل أملي شخصيا كشاب عربي وكباحث من مبادرات الأفراد. أحيا الله مبادرات، وشكرا جزيلا. تمام، شكرا، شكرا جزيلا للدكتور عبد الرحيم، بارك الله فيك، يعني معلومات جدا ممتعة وشيقة، وسننتظر المزيد في أيام أخرى إن شاء الله رب العالمين، بارك الله فيك. ومن باب المبادرات شكرا الحكومية جزيلا، يعطيك ذكرت بركة. عمران،